كده ويشوت. السلام عليكم وبداية فلوج جديد ضرب نار. النهاردة فكرة الفيديو هتبقى عبارة عن تحدي، اول مرة نعمل النوع ده من التحديات. بس قبل اي حاجة حابب بس اشكر اللي جاب لي الحظاظات دي. طبعا دول 3 حظاظات جولي، واحدة اللي فوق دي مكتوب عليها عمر زي ما انتم شايفين، واللي تحت خالد، واللي تحت شاور، وفيهم طبعا حاجات زي باتمان، وهنا اللي في النص دي مش عارف فيها ده جمجمة باين ولا مش عارف دي سنة. لا جمجمة، وفي هنا برضو تحت باتمان ومش عارف. المهم يعني شكرا للي بعت لي الحظاظات دي جدا. فكرة بقى الفيديو بتاع النهاردة، المفروض ان انا ناوي انا واحمد علي ان احنا نتحدى بعض. في عندنا كده في طنطا فيلا في شارع اسمه شارع المدارس. الفيلا دي المفروض ان هي بيتقال عنها ان هي ملبوسة وفيها عفاريت وحاجات غريبه كده. الفيلا دي مكوناتها من جوه المفروض ان هي يعني ادوار فوق ودوار تحت، يعني عارفين في دوار تحت الارض وفي دوار فوق. الفيلا دي تقريبا ما تخليهاش حد بقى من مثلا مش عارف من قد ايه، بس كتير يعني. قبل اي حاجه وقبل ما ننزل، اهم حاجه لو انت مش مشترك في القناه انزل دوس سبسكرايب. احنا ممكن نروح دلوقتي نتلبس ونبقى عفاريت ونجي لك نطلع لك في الحلم عشان انت ما دوستش سبسكرايب واشتركت في القناه ونزلت دوست لايك على الفيديو ده وفعلت زرار الجرس. اهم حاجه طبعا شكرا ليك ولكل واحد بيدوس لايك وبيفعل زرار الجرس وبيشترك في القناه، لان طبعا لولاكم ما كانش زمان جالنا الدرعين دول، درع المليون، درع ال 100000 ودرع المليون. وطبعا لولا دعمكم ما كانش زمان القطه دي عماله تاكل درايف فود دلوقتي وما كانش زمان سيمبا اتغاظ دلوقتي عشان انا صورتها وما صورتوش، ودلوقتي جاي هيقعدوا يبصوا بعض بقى قدامي بقى وانا قاعد اتقرف. لا مش هيبصوا بعض، شفت ظلمتكم النيه برضه وحش. فاحنا دلوقتي بقى المفروض ان انا هنزل قابل احمد علي وناصر ونشوف بقى مين فينا اللي هيقدر يقعد في الفيلا المسكونه لحد ما الشمس تطلع. الساعه دلوقتي 1:30 تقريبا، انا المفروض دلوقتي هنزل عشان اقابلهم. بصوا يا جدعان، المفروض دلوقتي ان انا نزلت وجبت معايا احمد علي التوب اهو وناصر المعجزه الفوتوغرافر اللي بيخلي البنات غفر. المفروض دلوقتي بقى ان احنا جبنا الادوات بتاعتنا زي ما انتم شايفين على دماغي اهو. بصوا دي اول حاجه بتنور، بص كده اقف قدام احمد علي. بصوا انا هنور على وشه ازاي، احمد علي وشه مظلم دلوقتي. او ماي جاد، ايش هذا السينمائي. بص كده بقى كمان توجع العين. طب بص ناصر، ناصر قوي زينا انا. بص كده حكومه بقى كده في ديسكو في دماغي حكومه. اه في المفروض بقى دلوقتي ان احنا كمان معانا حاجه كمان العده دي. بص كده طب معانا يا اسطى من ورا، احنا جايبين دي منور من ورا. يا الهي كيف. بص ايوه خد بالك دي مقصوده، خد بالك الشركه اللي عامله البتاع ده قصده ان هم يبقوا مخلين ورا ينور عشان خاطر مثلا لو في عفريت جاي من ورايا في الفيلا كده يعرف ان في واحد متخلف قدامه، يعني اللي هو النور يبين له. احنا دلوقتي معانا هنا كشاف اهو 25 جنيه تدفع على كبوته. الكشاف ده بصوا كشاف حديد المفروض ايه بايد من ورا. بص في زرار اخضر وتروح دايس هنا كده. بصوا هنا كده، بصوا الزرع لونه ضلمه زي كده. او ماي جاد ايه الحلويات دي، لو في اي عفريت جوه هنجيبه. بصوا يا جدعان الكشاف اللي في حديد ده فيه خاصيه جامده جدا، انت ممكن تمسكه يعني. بصوا كده على الشجر، بصوا انا ماسكه اهو. بصوا يا جدعان كده واسع سنة. بصوا كده بيضيق ازاي. بصوا بشد كده اللي هي الطرف دي. بص كده بتعمل كده بيزوم يعني كده بتصغر تخليه عامل زي الليزر، تعمل كده يكبر. بص سحر ولا شعوذه. بص احمد علي شكله عامل ازاي. ولد ايه يا ولد الحلويات دي يا ولد. اسامي ساعه يا جدعان، احنا عايزين حته اللي هي بتاعت قناه ام بي سي 3 فكروني بتاعت سبونج بوب سكوير. لا تسالي ما كنتش اطفال وانتوا صغيرين. احلى عالم دلوقتي رايحين على الفيلا. دلوقتي يا جدعان هوريكم بروفا، يعني بروفا كده من اللي هيحصل جوه الفيلا. طبعا انتوا عارفين ان احنا ما بنخافش، وكان بقى دلوقتي احنا جوه الفيلا نروح بقى قايدين النور كده. طب لو اتمسكنا طيب نروح قايدين ما تحوش. بس بقول لك لو اتمسكنا، لو اتمسكنا، لو اتمسكنا هنضرب اي عفريت جوه. اي عفريت هيفكر يطلع لنا هنكش معاه. لو احمد علي مسك كلمه عفريت اهو يا خلاص خلاص احمد. يا نهار اسود، مليون جنيه. يلا على الفيلا يلا. بصوا يا جدعان زي ما انتم شايفين احنا بنستعد للمهمه. طبعا زي ما انتم شايفين احنا مقلقين قوي ومرعوبين جدا، فبنستعد ان احنا عايز اعمل كده. اعمل ايه؟ كل فتحه؟ كل ايس. هقفله صح؟ انت هتقفله بتحور على الناس؟ عيال محورات افتح يا عم. لسه متلج يا اسطى، استنى اما يهدى شويه. دلوقتي احنا رايحين للعمليه. زي ما انتم شايفين المفروض تصوير الفيلا، بس هم هي من جوه مش باين منها اي حاجه. استنى بس استنى. دي المفروض البوابه بتاعتها. بقى ناصر انت عشان امي عايزاني في مصلحه، امي عايزاني بس في مشوار فانا هخلصه على بس كده ما فيش انجز يا عم. يا عم يا الله يا
يخرب بيتك بوظت السيستم. هنلاقي جثث هنا، يعني هنلاقي حد مدفون، بيقولوا ان دي مقابر. ايوه قوي قوي. يعني بصوا يا جدعان، فينا قد ايه كميه لمط؟ كل دي لمط لمبات. استنى بص كام نتيجه، عايزين نشوف النتيجه دي سنه كام. اقرا كده، حاول تعرف النتيجه دي سنه كام. انت وشك عامل كده والله مش حفار. زي ما انتوا شايفين هنا يا جدعان في رسومات غريبة البطوط وميكي، معرفش ايه علاقة ده بالفيلا. فيلا يبقى فيها الرسومات دي مش حاجة مريبة شوية؟ ممكن دي مثلا كان صاحب الفيلا كان نفسه يخلف وما بيخلفش، فرسم حاجات كرتونية عشان خاطر. يا نهار اسود، انا عندي شكلها مرعب كده ليه؟ اول مرة اشوف الكرتون دي، ده مكتوب على مكتوب حساب عربي علوم. يا نهار ازرق، بص مش بقولك في حاجة غريبة، اكيد دي مش رسومات معمولة للاطفال، يعني دي مش مدرسة. حمام، ما اعرفش ازاي ده حمام اطفال. يا نهار اسود، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، يا نهار اسود، ايه ده ايه ده. في حد كان عامل حمام هنا؟ ده يا جدعان الحمام بتاع العفاريت. العفاريت لما بتعمل كاكا تبقى عامله كده. ايوه ده الكاكا بتاع العفاريت. بص عشان تعرفوا ان انا ما بخافش، امسك الكاكا بتاع العفاريت اهو. بص يا جدعان كاكا عفريت. يا نهار اسود،
بصوا يا جدعان، المفروض دلوقتي بقى ان احنا طالعين الدور اللي فوق من سلم. بصوا ضيق دي بصوا اصلا الباب اللي انا داخل منه عامل ازاي. انا بص انا بخش من بره ازاي. اي عفريت هنا، انا مش خايف منك. مورنينج يا كايا، مورنينج عليك يا قلبي. بصوا يا جدعان، طبعا دلوقتي زي ما انتم شايفين المفروض دلوقتي ان احنا وريناكم البلكونات، واحنا دلوقتي في الدور الثاني. يعني استكشفنا الدور الارضي والدور الوسطاني. احنا دخلنا من الوسطاني على فكره اللي احنا شفناه. صوتك خلاص بقى، احنا عرفنا ان مفيش عفاريت بقى. الله، احنا دلوقتي بقى كده محمد علي فين؟ شوف ده مالو، يلا شد ايدك تعال كده يا اسطى. فاشبح حسدنا وبيخافوا من وش ده على السجايه، وعمال يتنطط له يعمل لي مقالب وعمال يتشبحن ويقفل فوق السطح يرمي عليها ميه. عامل فيها شبح، واللي قاعد هنا لغايه الصبح ومش قاعد لغايه الصبح وبيتنطط وعامل لي فيها دكر قوي. خاف من اول